بن علي بن بخيت المسافري، وفي المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مهدي، في المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الرابع زعفران لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس هملول لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمدان بن عوض بالشيلة العامري، وفي المركز السادس سراب لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، وفي المركز السابع شاهين لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم النيبي، وفي المركز الثامن هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز التاسع مشكور لهجن الرياسة بقيادة المضمر عيسى بن أحمد بن مطار بن مايد الخيلي، وفي المركز العاشر شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطار بن مايد الخيلي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحبل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى مهدي الوضع في المقدمة، وهو مسيطر على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شاهين في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثالث نشوف في هذه اللحظات المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر سالم بن علي بن بخيت المسافري، وفي المركز الرابع زعفران في المركز الرابع لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس هملول في المركز الخامس لهجن الرياسة بقيادة المضمر حمدان بن عوض بالشيلة العامري، وفي المركز السادس شاهين لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم النيبي، وفي المركز السابع سراب لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطار بن مايد الأخيلي، وفي المركز من مشكول لهجن الرياسة بقيادة المضمر عيسى بن أحمد بن مطار بن مايد الأخيلي، وفي المركز التاسع شاهين لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطار بن مايد الأخيلي، وفي المركز العاشر هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة، وهذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط والصراع للأقوياء والبقاء للأقوياء والسبوق على مقدمة هذا الشوط، ولا زال مهدي اللعب على أرضية الميدان ميدانه في هذا المساء من يوم التميز. ها هو مهدي لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شاهين في المركز الثاني لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي بقيادة مضمر سالم بن علي بن بخيت المسافري. هملول وصل، هملول صاحب انجازات عديدة على أرضية هذا الميدان وخارج أرضية هذا الميدان لهجن الرياسة بقيادة أحد الشباب المضمرين حمدان بن عوض بالشيلة العامري، يغير مع هملول إلى المركز الثاني. وفي المركز الرابع شاهين في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي مضمرا لشاهين. ننتقل إلى زعفران في المركز الخامس لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شاهين في المركز السادس في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم
الينيبي وفي المركز السابع سراب. سراب يتسرب من مركز إلى مركز لهجن الرياسة بغيادة المضمر الفيلسوف بن مطر بن مايد الخيالي. وفي المركز الثامن مشكور في المركز الثامن لهجن الرياسة بغيادة المضمر البارع عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. وفي المركز التاسع هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بغيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز العاشر مقصص في المركز العاشر لهجن العاصمة بغيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة والثنايا الجعادين بدن يقتربن من بعضهن بعض بغيادة مهدي وهملول. هملول بدأ يتسلل في هذه اللحظات ويغير إلى مقدمة هذا الشوط مع هذا الشعار الحمر شعار مؤسسة هجن الرياسة. مروا عبر على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر حمدان بن عوض بالشيلة العامري. يا سلام يا هملول يتسلل ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط الغاي بدون أي أوامر تذكر من مضمره ومدربه والذي يقوم بعناية تامة حمدان بن عوض بالشيلة العامري. مهدي في المركز الثاني لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث سراب وشاهين يا سلام يتنافسا على المركز الثالث في هذه اللحظات. يا سلام على هذه الأوامر المباشرة من الأخوان المضمرين والذين يتابعون الجعدان في هذا المساء. شاهين في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر شاهين السيد علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. سراب في المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة المضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. مقصص وصل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السادس شاهين لسمو الشيخ محمد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم علي نيبي. وفي المركز السابع مشكور غادم بقوة أيضا لهجن الرياسة بقيادة المضمر عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. وفي المركز الثامن زعفران لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر سالم بن علي بن بخيت المسافري. وفي المركز التاسع عجيب لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. بنروح عند هملول بنسير عند هملول 1200 لوحة الإعلان تجاوزناها وهملول يغادر هذه اللوحة بكل قدرة بكل اقتدار وهو محتل المركز الأول والعصاف الأبطان والركض في الغاي. يا سلام يا هملول هو يحمل هذا الشعار الحمر اللون الخطر. مر وعبر على ظهر هملول شعار الخطر شعار المحبة شعار الوفاء على مقدمة هذا الشوط وعلى ظهر هملول وهو منفرد بمقدمة هذا الشوط. مشكور يا ابو عوض حمدان بن عوض بالشيلة العامري على هذا التضمير على هذا التسيير الذي قدمه هملول في هذا المساء في يوم التميز لهجن الرياسة. المركز الثاني مهدي بدأ يرفع راية التهديد. يا سلام مهدي لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وهملول على المقدمة. يا سلام على هذا الأداء المتميز الأداء الجميل
في هذا المساء في هذه المشاركة الجميلة من هجن الرياسة. تابعنا أيضا في شوط المهجنات البكار ومشكورة تنتزع المركز الأول بشعار هجن الرياسة. وهنا هملول أيضا يضيف النقطة الثانية في هذا المساء لهجن الرياسة. تهانينا لمؤسسة هجن الرياسة على امتلاك الجودة من الهجن الذي تقدمها في كل مكان وفي كل مناسبة. تهانينا لهجن الرياسة. تهانينا للمضمر حمدان بن عوض بالشيلة العامري مهدي في المركز الثاني لهجن العاصفة. المركز الثالث مقص هجن العاصفة. المركز الرابع عجيب لهجن العاصفة. وفي المركز الخامس مشكور لهجن الرياسة. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأوائل. بقية المراكز حتى المركز العاشر نتركها لأعضاء خط النهاية. تابعتوا ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، تابعتوا هملول وهو ينتزع المركز الأول بعد 6 كيلومتر ويحافظ 2 كيلومتر حتى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدر 12 دقيقة 50 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا المؤسسة هجن الرياسة. تهانينا أيضا للمضمر حمدان بن عوض بالشيلة العامري والذي وصل في المركز الثاني مهدي 12 دقيقة 53 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة. تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث. مقصص وصل في المركز الثالث 12 دقيقة 58 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة. تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في يوم التميز لسن الثنايا الإبكاري والجعادين لأصحاب السمو والشيوخ. ينطلق الشوط الرابع والشوط الرابع